طايب شهر ماجي ساعتين شهر تاريخ طايب تاريخ شهر وجبال الطايب انصب طايب البريء انصب طايب الجميل عند اهل الافاق اهل البشك الاصليين كل داخلينا كذا هجياني على هذا جسم البشكه مرتبه تكتكه تقضي الحاجه محل بس مجلس ما في تكلف زياده ديكور نظيف جلسه حلوه مرتبه يجتمعوا فيها الاحباب الاصدقاء بادب واحترام موظفين او تجار او رجال اعمال او عايدين بسطاء هذه يجتمعوا فيها بمحبه بادب هذه هي البشكه هذا هو المكان الجميل بشكه اخي الاستاذ اسامه عبد الله فخر من اطيب شباب الطائف رجال الطائف في الفترة اللي عشتها اللي في سني أنا ذهي من أطيبهم من أروعهم من أكثرهم خدمة للناس من أكثرهم قبولا عند الناس ولا نزكي على الله في الأمور الأخرى 27/6/1438 هجرية في مدينة الطائف الطائف المنوس الطائف الميمون بستان مكة ويطول الحديث في مسميات الطائف الجميلة بعد انتقالي لجدة لي سنتين طلعت بحكمة كده أقول الطائف بدون بشكة مقبرة وجدة بشكة هجرة هجرة أنا قصص الزحام يعني الزحام والروح اللي هي تقعد تفضل تجلس في بيتك تقول شو وديني بس طبعا مو كل بشكة بشكة ولا كل جلسة جلسة ولا كل ناس متجمعة نطلق عليهم بشكة ناس مستأجرين استراحة وقطوا مع بعضهم وهذا هذه لها مسمى ثاني مي بشكة هذه لها مسمى ثاني مي بشكة البشكة هي اللي قائم عليها واحد هو صاحبها مو شرط المكان جمال المكان روعة المكان جو المكان لها شروط البشكة يكون عليها قائم عليها واحد يستقبل الناس يرحبهم هو المتحكم في كل شيء في أي حدث يحصل في أي شيء في الناس اللي ينضموا في الناس اللي يجلسوا إن شاء الله حتى على حنبل إن شاء الله بشكته على حنبل يجون الناس يجون عشان محبة البشكة بعض البشك صار كله تلفزيونات بس يتفرج على التلفزيون ويسجل فك من كوره يبدا في كوره فك من اكشن صدى الملاعب من اخبار لاخبار من ولا بس قلبوها عشوات بس انه جاي عشان اكل ولا بلوت ممتاز البلوت يلعبوا ورقه يلعبوا كذا بس باصول بمحبه بادب للاسف حتى بعضهم كبار في السن تسفه في الله انا ما اذكر انا العب بلوت وانا رابع ابتدائي وتعلمته بعيني اتفرج مع كبار بشك في الحاره من اقدم البشك في حاره اسفل في الطائف بشكه عم حسين اسلم كان مع عم حامد حمود كان مع عبد الله سحره كان مع بكر كان واحد يعني كثير العدد انا كتبت عنها مره البشكه هاي وبشكه عم حمادي اسلم تحت بيتنا في السوق في حاره اسفل ادب في ادب حتى في المزح حتى المزح له اداب حتى لو تتحدث مع واحد لها اداب حتى لو توجه نصيحه لواحد لها اداب ولها ظروف وبس كذا دبش المزح مو دبش والطرفه مو دبش والبشكه ليش عملت؟ البشكه ناس مع ضغوط العمل مع ضغوط الدراسه مع ضغوط الحياه الاجتماعيه ككل مع الحياه هذه يجي يصلي المغرب يروح يبشك من المغرب العشاء في بشك من اذا في عندهم عشوه بعد العشاء بشر في لها يوم يسوي عشاء في الشهر مرة في أسبوعين مرة في كل أسبوع مرة هذه البشكة أما ما يمارس هذه مهي بشك بعضها تصل لغجرنا مهي بشك البشكة يجي الشخص من عمله من تجارته يجي يتبادل أطراف الحديث مع صديق مع زميل يطلع بحاجة يستفيد منها
يستنير برأيه في أمور الحياة هذه، يعطيله يبدأ يتداوي. في ناس أربعة قاعدين عبلوت بروقة بأدب، إن جاء برنامج الزوت في الرجوب أدب ما في تحكم. صاحب المكان هو المتحكم في الناس اللي جايين، وهو المتحكم بهذا من كل واحد، كل مين يدو إله، هذه ما بشك. فأقول الطائف كانت نخب في البشك، كان نخبة البشك، واللي ما تربى ببشكة ولا يعرف فاقد شيء. البشك تربي رجال، هذه منتديات، منتديات ثقافية، فنية، اجتماعية، أدبية، نتعب نقول شيء. هذه التبتبة، هذه التبتبة حق الشاي، دواء الشاي، شيء بسيط مجهز، القهوة، الدلة، الشغلات هذه الخفيفة، الثلاجة اللي تحتاج، والحمام الله يعزكم عاد ما يحتاج أوريكم، والمكان الجميل هذا بس هذا قوة مجهزة تقريبا لها فوق 20. هذا أخويا أبو عبد الله أسامة عبد الله الفخري اللي حدثتكم عنه. الطيب الله يطيب أيامك، ما أبغاك تتكلم، أنا مو طيب. عشان أجاملك كده. الطيب والكرم والجود وحلاوة النفس والطرفة الحلوة وجمال الكلام، وش أقول؟ الله يشدك بالعافية. آمين ويقويك آمين، ارفع قدرك ربي لنا ومن يسمع ولك الخاتمة يا رب. اللهم آمين، اللهم الطيب والخير والذكر الطيب إن شاء الله. هذا من طيب أسرك حبيبي، الله يوفقك ويرفع قدرك ومن يسمع ومن يشوف. الله يعطيك العافية. آمين.